السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بنك المعرفة. مع بعض النهاردة إن شاء الله هنستكمل باقي حلقات مراجعة منهج الجغرافيا للصف الأول الثانوي. هنشوف مع بعض بعض الأسئلة، في منها بعض الأسئلة اللي جات لنا من بعض الطلبة، وفي أسئلة احنا عاملينها للمراجعة، وإن شاء الله نحاول نلم أجزاء كبيرة من المنهج تكون تفيدكم وتساعدكم في المراجعة إن شاء الله قبل الامتحان. نشوف مع بعض كده أشكال الأسئلة اللي احنا جايبينها النهاردة مع بعض إن شاء الله. أول سؤال معايا بيقول لي: ماذا يحدث إذا اتجهت الهجرة الداخلية بمصر الى المناطق العمرانية الجديدة؟ ايه اللي يحصل لو انا عندي الهجرة الداخلية بمصر اتجهت لمناطق العمرانية الجديدة؟ احنا عارفين يا ولاد ان الهجرة الداخلية دي بتسبب مشكلة كبيرة جدا في مصر. ليه؟ لان معنى كده الهجرة الداخلية دي معناها ايه؟ هو انتقال الافراد من مكان لاخر داخل الدولة، ومعنى ان هو ينتقل من مكان لاخر معناه ان هيحصل تكدس في مناطق مناطق تانية خالية. طيب التكدس ده هيترتب عليه مشكلات كتيرة جدا كنا قلناها في الحلقات السابقة. طيب لو انا عندي دلوقتي الهجرة الداخلية دي بدل ما هي بتتجه للمدن اللي موجودة، احنا عارفين ان معظم سكان مصر بيتركزوا في مساحة صغيرة جدا بالنسبة لمساحة مصر الكلية، وهي في الوادي والدلتا، يعني حوالي 5% من مساحة مصر. فطبعا ده بيعمل ضغط شديد على الوادي والدلتا. طيب الهجرات دي عبارة عن ايه؟ بتنتقل من الوادي او الدلتا الى المحافظات الجاذبة، يعني في النهاية التراكز السكاني لسه موجود على الوادي والدلتا. طب لو انا الهجرة الداخلية دي بدل ما تتجه للمناطق ديت او المحافظات اللي موجودة في الوادي والدلتا، راحت لمناطق العمرانية الجديدة او المدن الجديدة اللي احنا بدأنا ننشئها في الفترات الاخيرة. طيب لو انا خليت الهجرة دي راحت للمناطق دي بدل الذهاب للمناطق الوادي والدلتا، ده معناه ايه؟ معناه ان هيحصل تقليل من التكدس السكاني الرهيب اللي موجود في الوادي والدلتا. يبقى في الحالة دي مش هتبقى عندي الهجرة الداخلية تمثل لي مشكلة شديدة زي في الفترات السابقة، لانها بدأت تتجه للمدن الجديدة، يعني بنخف الضغط شوية. طيب ايه كمان؟ ان انا عندي دلوقتي مش كان الهجرة الداخلية دي بتسبب لي مجموعة من المشكلات زي البطالة، زي الامية، زي الضغط على المرافق وغيره. طيب لو انا وديتهم للمدن الجديدة، يبقى في الحالة دي هيبقى التكدس السكاني مش موجود، مش هيبقى فيه مشكلات العشوائيات، هتقل طبعا مشكلات كتيرة جدا منها الضغط على المرافق وغيره. يبقى حاجة كويسة جدا. بيقولك ماذا يحدث اذا؟ طبعا هيؤدي ده لاختفاء مشكلات كتيرة جدا في الدولة، وهي العشوائيات، البطالة، الزحاب، التكدس، الضغط على المرافق، كل دي حاجات هتقل لو انا خليت الهجرة الداخلية بدل ما هي بتتجه لمحافظات الوادي او محافظة القاهرة بقى والجيزة والاسكندرية اللي احنا عارفينه من محافظات الجاذبة، لا تتجه للمحافظات الجديدة او اللي هي المدن بقى الجديدة او المناطق او التجمعات العمرانية اللي تم انشائها في المناطق الصحراوية الجديدة. يبقى عرفنا قد ايه ان هيبقى حاجه كويسه لو الهجره الداخليه دي غيرت اتجاهها الى المدن الجديده. طيب نشوف مع بعض كده سؤال كمان بيقول لي: دلل على تاثر الغذاء بالزياده السكانيه في مصر. لو لاحظت معايا كده في الرسم البياني اللي انا جايبه لك دلوقتي، انا طبعا في الامتحان ممكن يجيبه لك وممكن ان هو يكتفي بالسؤال فقط. انا جايبه لك الرسم البياني بحيث ان انت تقدر ان تستنتج من خلال الرسم البياني اللي قدامك دلوقتي، هو موجود عندك في الكتاب طبعا. لو لاحظت التدرج اللي موجود عندك، الرسم البياني ده بيوضح لك التدرج في زياده عدد السكان من 1882 لحد 2015. لو لاحظنا ان التدرج كان سريع جدا، كان في البدايه 6 مليون واصبح دلوقتي حوالي 90 مليون طبعا في 2015. احنا 2019 طبعا وصل ل حوالي 120 مليون دلوقتي، لكن احنا بنتكلم على اخر احصائيه اللي هي احصائيه 2015. يبقى بكده
حبايبي احنا لاحظنا ان في زيادة سكانية سريعة جدا، او معدل سكاني سريع جدا، من 1882 الى 2015. طيب ايه اللي حصل بقى الزيادة السريعة دي؟ هل زي بالظبط كده الارنب اللي بيجري والسلحفة قصاده؟ الارنب ده عدد السكان والسلحفة ده بالنسبة لنا اللي هو الموارد. طبعا مش بالشكل البشع ده، بس انا حاول ان انا اقرب لك الصورة بحيث ان انت تعرف ان في زيادة سريعة جدا للسكان مع الموارد بتقل عنها درجتين ثلاثة، فبالتالي يبقى انا في الحالة دي عندي عدد السكان اكتر من الموارد، وهيترتب عليه شيء طبيعي. لو انا عندي 100 مليون نسمة مثلا، وعندي عدد او نسبة او كمية الموارد تكفي 50 مثلا مليون فقط، يبقى في الحالة دي الكمية دي هتتوزع على 100 مليون كلهم، فطبعا هيحصل نقص في الغذاء، يبقى نصيب الفرد من الغذاء هيقل. نتيجة ايه؟ نتيجة زيادة عدد السكان في مقابل عدم الزيادة بنفس الكمية وبنفس القدر في الموارد الغذائية. يبقى احنا عندنا دلوقتي بالنسبة للموارد الغذائية، لو عدد السكان عندي اكتر من كمية الموارد الغذائية دي، معناها ان هيحصل نقص في الغذاء، وده شفناه في بعض الاوقات لما ارتفع اسعار الغذاء بشكل كبير جدا، نتيجه ان في عندي سكان كتير والنسبه او كميه الغذاء لا تكفي الاستهلاك. طيب نشوف مع بعض كده سؤال كمان. اما يقول لك ماذا يحدث اذا انخفض معدل النمو السكاني في مصر؟ ايه اللي يحصل بقى لو معدل النمو السكاني في مصر انخفض؟ طيب احنا لسه كنا بنقول ان المشكلة السكانية سببها ان عندي معدل نمو سكاني كبير. طيب معدل نمو سكاني كبير، خلاص يعني هينتج عنه مشكلات عديدة. طيب اما يكون عندي معدل نمو سكاني كبير بيترتب عليه مشكلات، لو انا عملت العكس بقى، قللت من المعدل ده واللي احنا نفسنا نعمله ده من زمان، ويعني بنتمنى ان شاء الله نوصل بمصر لمرحلة الاستقرار السكاني، لان هيكون ليها نتائج مبهرة جدا على الدولة، وكلنا هنحس بمعدلات التنمية بقى، وهنحس بقد ايه ان كل حاجة بنعملها من تنمية في قطاعات الدولة المختلفة هيبقى ليها عائد ومردود على المواطن المصري. يبقى معنى كده ان انا عندي معدلات النمو السكاني او معدل النمو لو كان كبير قوي، ده بيأثر على التنمية، بيأثر على ظهور مشكلات كتيرة جدا. طب لو انا المعدل ده انخفض، يبقى انا معنى كده ان انا انخفاض المعدل السكاني معايا يا شباب بيؤثر على تقليل المشكلات الناتجة على زيادة المعدل النمو السكاني. يبقى عندي مزيادة المعدل النمو السكاني ناتج عنه مشكلة، طب لو انخفض هتقل المشكلات اللي عندي دي. يبقى في الحالة دي يا شباب انا هيترتب، لو هيحصل ان انخفض المعدل النمو السكاني هيحصل ايه؟ هيحصل عندي نمو اقتصادي هيرتفع، هتختفي مشكلات اقتصادية كتيرة كانت ناتجة عن المشكلة السكانية، هيزيد نصيب الفرد من المياه من الغذاء، هتقل مشكلات كتيرة جدا، سواء فرص العمل، سواء الأمية، سواء البطالة، سواء هيحصل ارتفاع في مستوى المعيشة، هيزيد الدخل، كل دي حاجات هتترتب على انخفاض المعدل من السكان. شفتوا قد ايه اهمية الاتجاهين اللي احنا قلنا عليهم الخاصين بالمشكلة السكانية؟ فاكرين يا ولاد الاتجاهين اللي احنا قلنا عليهم ان احنا نمشي في اتجاهين متوازيين مع بعض، اللي هو تنظيم الاسرة والتنمية الاقتصادية. ما ينفعش خالص اعمل تنمية اقتصادية وعندي تنظيم او عندي عدد سكان عمال يزيد زيادة رهيبة. يبقى في الحالة دي حبايبي احنا مهم جدا ان احنا نعمل توازن من اتنين، ويا سلام لو انخفض بقى معدل النمو السكاني، يبقى في الحالة دي هتبان قوي مع التنمية في مصر، وهتبان معدلات التنمية، وهيبقى في رخاء اقتصادي هنحس بيه كلنا. خلاص يبقى اما يقول لي ماذا يحدث اذا انخفض معدل النمو السكاني، هيتقل كل المشكلات اللي انت كنت عارفها عن المشكلة السكانية. نشوف كده مع بعض سؤال كمان. بيقول لي ماذا يحدث اذا برضه احنا عارفين ان الامتحانات بتاعتنا بقت بتعتمد على اسئلة المستويات العليا، فبنلاحظ ان كل معظم الاسئلة اللي احنا بنتكلم عنها بتعتمد على التفكير والاستنتاج، وانك تربط بين المنهج والاجزاء الترم الاول. طيب
السؤال ده بيقولك ماذا يحدث إذا زادت المدخرات والاستثمارات المصرية؟ احنا عارفين يا ولاد إن معنى كلمة مدخرات والاستثمارات يعني إيه؟ كلمة مدخرات يعني أنت زي بالظبط كده أنت بتحوش فلوس، أنت عندك مدخر من المال، عندك رصيد من الأموال يكفيك لفترات إيه قادمة. طيب لو أنا عندي الإيه الفلوس دي زادت، المدخرات اللي أنا بشيلها دي ومحوشة دي زادت، طب والاستثمارات كمان زادت، يعني بدأ يتم إيه إقامة مشروعات كتيرة جدا في مصر، في استثمارات جايانا من الخارج، في استثمارات داخلية. معنى كلمة استثمارات يعني بعمل مشروعات مختلفة في الدولة، وعارفين يعني مشروعات يعني إنتاج، يعني فرص عمل، يعني دخل قومي عالي. طيب إيه اللي يحصل لو أنا مدخراتي واستثماراتي زادت؟ يبقى ده معناه هيزود من معدل النمو الاقتصادي. انت شيء طبيعي، تعالى كده بابا مثلا بدأ يحوش فلوس كتير وبدأ معاه دخل شايل مبلغ من المال، وكمان عمل مشروعات وبدأ يجيب مكسب وتكسب وبتاع، وبالتالي هيبقى عندك ايه كمية من الفلوس هتبقى اكتر من الاول. يبقى معنى كده انت هتحس برخاء اقتصادي، هتحسن مستوى معيشتك، هترتفع طبعا مستوى المعيشة بتاعتك. خلاص معاك شقة، هتبقى عندك فيلا، بقى هتبقى عندك عربية احدث، عن بقى كذا كذا، يبقى حصل تطور نتيجة ايه؟ نتيجة وجود مدخرات واستثمارات في الدولة. يبقى هيترتب على كثرة وجود المدخرات والاستثمارات في الدولة هيترتب عليها إقامة مشروعات مختلفة في الدولة، وبالتالي هيزداد الدخل، وبالتالي هيزيد النمو الاقتصادي في الدولة. وكمان يا ولاد احنا هنحل مشكلة كبيرة برضو جدا، اللي هي مشكلة ايه؟ البطالة. ما انا عندي دلوقتي لو انا في استثمارات ومشروعات معناها فرص عمل كتير، يبقى حلت مشكلة ايه؟ البطالة. يبقى المدخرات شفتوا بقى والاستثمارات عملت حاجات كتيرة ازاي؟ زودت النمو الاقتصادي، زودت دخل الدولة، زودت المشروعات، يعني معناها زودت فرص عمل وقللت البطالة. يبقى معنى كده ان هي ايه؟ لها مردود اقتصادي كبير جدا على الدولة. عرفنا ايه اللي يحصل لو انا عندي المدخرات والاستثمارات زادت؟ طيب جميل، نشوف كده مع بعض واحد كان سؤال كمان. هنا لو بصيت كده هتلاقي الخريطة اللي قدامك بيقولك ايه؟ من المحافظات المرتفعة الكثافة في الدلتا. لو نفتكر مع بعض احنا بنتكلم على الدلتا بقى دلوقتي، خلاص اللي في الدلتا من المحافظات اللي بتكون مرتفعة في كثافتها. لو انت ربطت شوية صغيرة كده بين عوامل توزيع السكان وبين محافظات الدلتا المختلفة، هتقدر تعرف انهي مناطق بترتفع فيها الكثافة السكانية في الدلتا. عندنا لو بصينا كده احنا عارفين الدلتا من عوامل توزيع السكان اللي احنا حافظينها وعارفينها، اللي هي العوامل الطبيعية وهي التربة الخصبة، وقلنا ايه التربة الخصبة حط تحتها ايه مليون خط، لان دي من اهم الحاجات اللي ساعدت على تركز السكان نتيجة ايه الزراعة. لو بصينا كده على الدلتا انهي مكان فيها اللي قلنا فيه تربة خصبة؟ احنا اتفقنا مع بعض المنطقة الجنوبية من الايه الدلتا، وسط وجنوب الدلتا. حلو قوي. طب وسط وجنوب الدلتا بيتميز بتربة خصبة، يعني اراضي زراعية، يعني ايه كثافة عالية. طب امال الاطراف الشمالية والشرقية والايه الغربية قلنا ايه؟ لا، بتتميز بفقر التربة، وبعد كده في الفترات اللي احنا فيها ان شاء الله هتبقى مناطق ايه تجذب السكان، لان مناطق خاليه من السكان نبتدي نعمل فيها تجمعات عمرانيه جديده زي دمياط الجديده وغيره من التجمعات العمرانيه الجديده اللي هتساعد ايه على جذب السكان في هذه المناطق اللي هي منخفضه في كثافتها السكانيه. خلاص. طب يبقى انا دلوقتي اقدر اقول اني محافظه من المحافظات اللي مدهاني دي تعتبر مرتفعه في كثافتها السكانيه؟ مديلك الشرقيه، البحيره، كفر الشيخ، المنوفية. نفتكر مع بعض كده مكان كل واحدة فيهم فين، وانت هتستنتج على طول مين اللي هتبقى مرتفعة فيهم في الكثافة السكانية عن غيرها. لو بصينا كده الشرقية قلنا في الأطراف الشرقية من الدلتا، والبحيرة في الأطراف الغربية، طب كفر الشيخ في الأطراف الشمالية، طب لما يجي يقولي المنوفية في جنوب الدلتا، وانا لسه قايلة ايه التربة الخصبة فين؟ في وسط وجنوب الدلتا. يبقى المنوفية من المناطق اللي بترتفع فيها الكثافة السكانية، وبالتالي هي مناطق ايه طاردة للسكان، ومن اكتر المحافظات قلنا في مصر طاردة هي محافظة الايه المنوفية.
تمام كده حبايبي؟ طيب نشوف مع بعض كده سؤال كمان، بيقول لي حدد اهم المحاصيل الزراعية في كل من، احنا عرفنا ان احنا ده كده دخلنا في الوحدة التانية. احنا قلنا الوحدة الاولانية اللي بنتكلم فيها عن السكان بكل ايه تفاصيلهم، سواء بقى معدلات النمو السكاني او بالنسبة للكثافة السكانية او المشكلة السكانية، اتكلمنا عن السكان بكل جوانبها. الوحدة الثانية بتتكلم عن الأنشطة الاقتصادية من أنواعها المختلفة، إن عندنا النشاط الزراعي والصناعي والسياحة والتجارة ووسائل النقل والمواصلات. هنا بقى بنتكلم عن المحاصيل الزراعية، احنا بنتكلم عن درس الايه النشاط الزراعي. نفتكر مع بعض كده قلنا النشاط الزراعي من أهم الأنشطة في مصر، لأنه بيساعد على وجود دخل قومي وبيساعد على وجود المحاصيل المختلفة سواء الغذائية أو المحاصيل المستخدمة كمواد خام في الصناعة، كمان بيعمل بيه عدد كبير جدا من الإيه العمال. طيب لما نشوف كده أهم المحاصيل الزراعية في المحافظات دي، هو جايب لك محافظتين وبيقول لك اذكر لي إيه أهم محصول زراعي في المحافظات اللي احنا شايفينها مع بعض دي. ها حد كده يفتكر معايا كده؟ كفر الشيخ، نفتكر مع بعض كده ايه اهم المحاصيل اللي موجوده فيها. ها كان من اهم محاصيل الموجوده في كفر الشيخ هو محصول بنجر السكر. طيب نفتكر مع بعض كده محافظه بني سويف، ايه اكتر المحاصيل او اهم المحاصيل اللي كانت منتشره فيها، ها موجوده فيها ايه محصول القطن. طب نفتكر مع بعض كده محصول القطن ومحصول اللي ايه بنجر السكر، دولت من المحاصيل ايه الهامه اللي موجوده في مصر. بنجر السكر وقلنا من المحاصيل الشتويه، والقطن من المحاصيل الايه الصيفيه، وقلنا بنجر السكر من المحاصيل الغذائيه، لكن القطن من المحاصيل النقديه. وقلنا لو نفتكر مع بعض ان محصول القطن من رغم ان هو من المحاصيل الهامه جدا واللي بيكون سبب في وجود العمله الصعبه في مصر، نتيجه ان هو من المحاصيل اللي هي بتعتبر بتدخل نقد من الخارج او بتدخل عمله صعبه. وهو القطن ده يا اولاد بيتميز عن باقي انواع القطن في العالم ان هو القطن المصري من الانواع القطن الطويل التيله. يبقى احنا دلوقتي عندنا محصولين مهمين جدا، سواء بنجر السكر اللي بنستخدمه في استخراج السكر، وعندنا كمان محصول القطن. طيب وكنا قلنا قبل كده ان محصول القطن بدأ يقل انتاجه في الفترات الاخيرة، ده بيرجع تاني للعوامل البشرية المؤثرة في الزراعة في مصر، ومن ضمنها السياسة الحكومية. قلنا السياسة الحكومية هي السبب في تحديد كمية انتاج محصول القطن. طبعا ايه السبب في كده، او ان ايه اللي خلى الحكومة او السياسة الحكومية تصدر القرارات دي بتقليل مساحة زراعة محصول القطن؟ ده بيرجع يا حبايبي نتيجة لان هم وجدوا ان زراعة او نحل محل محصول القطن محاصيل محاصيل غذائية احنا محتاجينها اكتر، وبالتالي قللنا من مساحة المحصول القطن وزرعنا بداله محاصيل غذائية. كده انا عملت لكم مراجعة سريعة بين المحصولين، ونشوف مع بعض كده سؤال كمان. حدد تأثير صناعة الطوب الاحمر على التنمية الزراعية في مصر. يبقى هنا السؤال بيقول لك ايه سبب او ايه تأثير صناعة الطوب الأحمر على التنمية الزراعية في مصر. طب في حد يقول لي طب دي صناعة الطوب الأحمر ايه علاقتها يا مس بالتنمية الزراعية؟ احنا عارفين يا ولاد الطوب الأحمر ده بيتم صناعته منين؟ انا بصنع الطوب الأحمر ده منين؟ ما انا بعمل تجريف للتربة الزراعية، ها وباخد الطمي بتاعها ده وابتدي اصنع منه الطوب الأحمر. طب وانا بعد ما اجرف الارض الزراعية ده هل ينفع ان انا هزرع عليها تاني؟ لا خلاص انا كده قضيت على الارض الزراعية. يبقى معنى كده كل ما هعمل صناعة طوب احمر ده معناه بيقابله على طول نقص في مساحة الاراضي الزراعية. يبقى على طول في المقابل كل ما هزود من الصناعة دي او من استخدامي للطوب الاحمر، كل ما ده هيبقى ليه تأثير سلبي على التنمية الزراعية. ليه تأثير سلبي؟ قلنا عشان خاطر هيقلل من مساحة الارض الزراعية. طب ويتقل ليه مساحة الارض الزراعية؟ قلنا هو عشان بيتم صناعة الطوب الاحمر ده يا حبايبي من تجريف التربة.
يبقى بقوم بتجريف التربه واخد الطمي واصنع منه الطوب، هيقلل لي من مساحه الارض الزراعيه، وبالتالي هيكون عندي فيه مشكله في، طبعا كل ما تقل الارض الزراعيه كل ما ده هياثر على معدلات التنميه الزراعيه في مصر، طبعا هيبقى لي اثر سلبي بعد كده على النمو الاقتصادي بالكامل. وطبعا احنا عارفين ان مصر بلد زراعي والنشاط الزراعي يعتبر مهم جدا، وهيأثر كمان يا ولاد على اكتفائنا الذاتي. ما انت كل ما تقلل من مساحة الارض الزراعية بتاعتك معناها ان انت بتقلل من ايه؟ اكتفائك الذاتي بالمحاصيل الزراعية، معناها انك هتستورد محاصيل غذائية كتير. طيب يبقى ليه احنا نعمل المشاكل دي كلها؟ طب ما احنا نتجنب صناعة الطوب الاحمر دوت، ونشوف صناعات اخرى نقدر ان احنا نبعد بيها عن التربة الزراعية. نشوف مع بعض كده حبيبي سؤال كمان بيقول لك: يرجع سبب وجود الفوسفات في الصحراء الغربية الى ايه؟ لو نفتكر مع بعض احنا خدنا التكوينات الجيولوجية في الترم الاول، وعرفنا ان كل زمن بيتميز بمجموعة من التكوينات الجيولوجية، خلاص. طيب لو بصيت هنا بيقول لك سبب وجود الفوسفات، هو الفوسفات انت واخده في الترم ده، واخد الدرس بتاع الثروة المعدنية، وعرفنا ان المعادن لو نراجع مع بعض كده سريعا قلنا ايه؟ في معادن فلزية ومعادن لا فلزية. من ضمن المعادن اللا فلزية دي هو معدن الفوسفات. طيب معدن الفوسفات ده احنا عارفين ان هو ليه تلات اماكن موجود فيها في مصر. اهم واقدم المناجم الخاصة بالفوسفات أقدمهم يا ولاد اللي هو اللي موجود في سفاجة والقصير الموجود عندي على ساحل البحر الأحمر، ودوت من الحاجات اللي موجود فيها مصنع هام جدا، أو من المناطق الموجودة فيها مصنع هام جدا، وهو مصنع الحمرويين اللي هو ساعد على وجود صناعة الأسمدة الفوسفاتية. طيب وأهم وأكبر منجم عندنا اللي هو منجم ابو طرطور، وده موجود قلنا في الصحراء الغربيه يا شباب. وعندي منجم كمان للفوسفات موجود على الساحل على وادي النيل، وهو السبعيه. طيب يبقى انا في الحاله دي عندي ثلاث مناجم او ثلاث اماكن بيستخرج منها الفوسفات. السؤال بيقول لك ايه بقى؟ الفوسفات في الصحراء الغربيه، يبقى هو عاوز يقصد بيها مين؟ اني واحد في الثلاثه اللي انا قلتهم دلوقتي؟ نقصد بيها ابو طرطور اللي هو اهم واكبر المناجم الفوسفات في مصر. طيب عندي منجم ابو طرطور ده موجود فيه الفوسفات، ايه السبب بقى اللي خلى الفوسفات موجود في الصحراء الغربيه؟ جايب لك عده اختيارات يا سنه اولى. بيقول لك انا عندي اول حاجه المياه السطحيه، وعندي التركيب الجيولوجي، وعندي المناخ، وعندي التداخلات البركانيه. احنا اتفقنا مع بعض في الاسئلة اللي فيها اختيارات كده بنبتدي نفكر في الاربع اختيارات ونستبعد الاجابات اللي هي لا تصلح في الاول خالص، استبعد الحاجة اللي ما تنفعش نهائي، وبعد كده افكر في الحاجات اللي ممكن انها تكون اجابة صحيحة. لو بصينا كده مع بعض الاختيارات اللي مدهاني هنا، عندي المياه السطحية، عندي التركيب الجيولوجي، المناخ، التداخلات البركانية. لو بصينا كده، هل الفوسفات نتج من وجود المياه السطحية؟ لا طبعا. هل الفوسفات نتج من وجود التداخلات البركانية؟ لا. لو قلنا الفوسفات نتج من المناخ، نتج من التركيب الجيولوجي يا سنة أولى. لو نفتكر مع بعض في الزمن التاني قلنا من أهم تكوينات الزمن التاني عندي كانت الصخور الطباشيرية التي كانت سبب في وجود الفوسفات. يبقى أنا عندي المياه الجوفية والصخور التباشيرية دي من أهم تكوينات الزمن التاني، وقلنا بسبب الحجر الرملي النوبي اللي هو يعتبر خزان للمياه الجوفية نتج عني مياه جوفية في الصحراء الغربية. وعشان كده لو قال لك برضو سؤال كمان، لو قال لك الواحات موجودة ليه في الصحراء الغربية، أو ليه موجود زراعة في الصحراء الغربية من خلال الواحات؟ عشان وجود الحجر الرمل النوبي اللي ساعد على وجود المياه الجوفية فاستخدمناها في الزراعة. طيب بالنسبة للصخور التباشيرية، تاني تكوين موجود في الزمن التاني قلنا نتج عن وجودها وجود خام الفوسفات. يبقى معنى كده حبايبي انا عندي الزمن الجيولوجي او التركيب الجيولوجي كان ليه تأثير
وسبب في وجود الفوسفات او معدن الفوسفات عندي في الصحراء الغربية. يبقى لما يقول لي ايه سبب وجود الفوسفات في الصحراء الغربية، على طول اقول له التركيب الجيولوجي، لانه بيرجع للزمن التاني نتيجة وجود الصخور التباشيرية التي ايه نتج عنها وجود تكوينات للفوسفات في الصحراء الغربية. نشوف مع بعض كده سؤال كمان بيقول لي حدد اي الهضاب يعني الاتية تحتوي على البترول والغاز الطبيعي. احنا قلنا في عندنا درس اسمه درس الايه، الثروة المعدنية ومصادر الطاقة. الثروة المعدنية لسه قايلة، ها قلنا قسمناها لمعادن فلزية ومعادن لا فلزية. خلاص الثروة التانية او مصادر الطاقة، واحنا عارفين اللي هي بتشمل ايه، البترول والفحم والغاز الطبيعي، وقلنا اهم حاجة فيهم البترول، وعرفنا ان هو قلنا قبل كده انه ليه تأثير كبير جدا على اقتصاد ايه المصري. طيب لما اقول ايه اهم الهضاب او اي من الهضاب الاتية موجود فيها البترول والغاز الطبيعي، احنا عارفين ان البترول والغاز الطبيعي يكاد يكونوا مجتمعين في بعض الابار، وممكن ان يكونوا ايه متفرقين في ايه في اماكن مختلفه. طيب لو قلنا الهضبه الوسطى موجود فيها بترول، ولا الهضبه الجنوبيه، ولا هضبه مرمريكا، ولا هضبه العبابده. خلاص لو نفتكر مع بعض كده يا اولاد، ها مصايد البترول موجوده في هضبه ايه مرمريكا. لو نفتكر مع بعض الجزء اللي هو الخاص ببرضك التكوينات الجيولوجيه في الترم الاول، او لو بصيت على خريطه البترول والغاز الطبيعي عندك في الكتاب، هتشوف ان الهضبه اللي موجود فيها البترول والغاز الطبيعي من الاربع هضاب دولت هي هضبه مرمريكا. وبكده يا حبايبي يبقى احنا راجعنا جزء من منهج الجغرافيا، ونستكمل ان شاء الله باقي حلقات مراجعة مادة الجغرافيا في الحلقات القادمة بإذن الله. أشكركم على حسن استماعكم، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.